رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني إلهي أنا عبدك الجاني إلهي ألا قوي إيماني. ماه رمضان المبارك کے 13ویں دن کی دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين خدایا مجھے ہر طرح کی کثافت اور گندگی سے پاک بنا دے اس دن تمام مقدارات پر صبر عنایت فرما اور نیک بندوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما اپنی امداد خاص سے اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہم صلی علی محمد و آل محمد.